مرحبا الناس الكل. فيديو اليوم غير مقدمات، تاريخ المواجهات المباشره بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. مباراه الترجي وصفاقس تلعبت كما قلنا 127 مباراه بين الفريقين، التعادل 41 مرة، تعادلوا ترجي والاساسيس، الترجي ربح 59 مرة، صفاقس ربحت 27 مرة. تو باش نشوفوا اعرض النتائج ما بين الترجي الرياضي التونسي والاساسيس. صفاقس ربحت الترجي تقريبا مرة 2-3-4 مرات 3-1. صفاقس ربحت الترجي 4 مرات 3-1، ومرة وحيدة 3 بلاش، ومرتين 4-1. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي 1-2-3-4-5-6-7 مرات في 3-1، ترجي ربح صفاقس 7 مرات في 3-1، 3 مرات في 3 بلاش، مرة 4-2، مرتين 4-1، وكذلك 6 مرات في 4 بلاش.